النادي الاهلي في الجزيره عشان نطمن على تدريبه النهارده. واول المحاور او الحاجات اللي حابين نطمن عليها الناس يا شريف هي طبعا رامي ربيعه وكوكا اللي امبارح يمكن خرجوا او تاثروا باصابات اثناء المباراه في مواجهه الاتحاد. مساء الخير يا شريف، اتفضل. مساء النور، تحياتي ليك زميلي احمد طبعا ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالتاكيد زي ما انت قلت زميلي احمد ان بكره هيكون اجازه ويوم، وبعد بكره طبعا تمرين في الخامسه ثم السفر او دخول معسكر طبعا قبل مباراه بلديه المحله اللي هتكون يوم السبت. يا رب باذن الله يكون الفوز نصيب النادي الاهلي. الاول ببارك لك وبارك لضيفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. فوز بالامس كبير طبعا على فريق كبير، ويمكن الاهلي خطوه خطوه الحمد لله قدر يحصد او على 9 نقاط في اخر 3 مباريات. باذن الله يا رب يكون المباراه المقبله كمان نحقق العلامة الكاملة بإذن الله عشان نركز بقى في النهائي الأكبر، نهائي أفريقيا. رامي ربيعه وكوكا يمكن الاثنين كان في كدمات بالامس والان يمكن في الدكتور طبعا جبال رئيس الجهاز الطبي بيعمل لهم فحص من الشوادي الاولى، الكدمات خفيفه بس باذن الله برضه هننتظر التاكيد الرسمي من دكتور جبال عقب انتهاء المران. ولكن يمكن بمناسبه ذكر ملف الاصابات، يعني انا شايف النهارده احمد عبد القادر بدا ينزل التراك ويعمل التاهيل، فطالما نزل مرحله الجري حوالين الملعب انت بتتكلم في المرحله الاخيره او قبل الاخيره، فاحمد عبد القادر ممكن نلاقي باذن الله الفتره المقبله نسمع خبر حلو باذن الله. برضه هننتظر برضه التاكيد الرسمي من الدكتور جاب الله. السولية بيجرى بعد طبعا عمليه التاهيل داخل الجيم، يمكن ده ملف اصابات النادي الاهلي. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي باذن الله الفترات المقبله باذن الله نسمع اخبار كويسه جدا خصوصا من السولية واحمد عبد القادر. ده فيما يخص الملف الاصابات. تمرين النادي الاهلي زي ما قلت لك يمكن بدا في 6:20 بالتحديد، يمكن مستر كورر كان عامل محاضره فنيه مع لاعبي النادي الاهلي بيفرجهم فيها طبعا على بعض اللقطات من فريق بلديه المحله، نقاط القوه ونقاط الضعف، يلعب ازاي، يركز ازاي. وطبعا في اخر المحاضره اتكلم على التركيز في مباراه بلديه المحله فقط لا غير، وعدم الحديث نهائيا عن نهائي افريقيا. فباذن الله باذن الله باذن الله يكون القادم خير للنادي الاهلي بدايه من اول مباراه بلديه المحله مرورا بقى بالنهائي الافريقي العرس الافريقي باذن الله. اطمن منك على الشناوي وعلى ياسر وعلى ديانج، هل بيشاركوا في التدريبات بشكل طبيعي ولا يعني ما زالوا لسه او الجاهزيه ما اكتملتش بشكل كامل يا شريف؟ الشناوي في الفترات الاخيره بدا يشارك وشعر ببعض الالام في عضله السمانه وتغيب عن المشاركه، ولكن بقى له 2 أو 3 تمرينات النهارده، تالت تمرينه بيشارك بكل قوه واعلن جاهزيته التامه في طبعا تحت مستر كولر لو حب يلعبه في اي وقت. الشناوي اصبح جاهز بنسبه 1000000%. اليو ديانج وياسر ابراهيم اصبح جاهزين برضه بنسبه 1000000% حين طبعا اعطاء الدور الاخضر من مستر كورر، ولكن من الناحيه الطبيه اللاعبين اصبحوا جاهزين 100%، ويبدو 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 ممكن يشوف عنصر او اثنين في قائمه المباراه الخاصه ببلديه المحله باذن الله. نتمنى طبعا كل التوفيق للاهلي امام مواجهه البلديه. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان، دي كانت اخبار النادي الاهلي وتمرينته النهارده والتطورات الخاصه باللاعبين سواء اللي كانوا غايبين بداعي الاصابه، خبر كويس جدا طبعا سمعناه.